الوديدات عندنا ما وصلوا الحمد لله، اللي كنا في بطوله افريقيا زون 1 اللي كانت طرابلس، الحمد لله النتائج ديالنا كانت جيده، داكشي اللي كنا مسطرينه في البرنامج ديالنا باش كنوجدوا بطوله افريقيا ان شاء الله اللي غتكون في هذا الشهر، هذا شهر 8 غتكون في الدار البيضاء ان شاء الله. الحمد لله 8 الميداليات الذهبيه، 5 فضيات، الحمد لله كاع اللعابه 13 لاعب كلهم لعبوا نهائي لا في الكاتا ولا في الكيميتي. الحمد لله هادشي هذا ما جاش عن فراغ، جامع طرابلس في سونت ناسيونال كاراتي برئاسة محمد مقتابل، كنشكره من هذا المنبر هذا، والحمد لله كانوا الابطال في مستوى. السلام عليكم، معكم زخ خلود، احتلت اليوم المرتبه الاولى في بطوله شمال افريقيا زون 1 مقامه بليبيا. كان تنظيم جد جيد، الحمد لله انا فرحانه بزاف بهذه النتيجه اللي ما جاتش عن فراغ، والحمد لله بفضل الله تغنى النشيد الوطني في هذه البطوله هذه. وكنبغي نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتيه واساليب مشتركه واساسها السيد محمد مقتبل. الحمد لله انا فرحانه بالحصول ديالي على هذه الميداليه اللي ما جاتش عن فراغ، جات عن عده تربصات بزاف لونطريمون، والحمد لله كنبغي نشكر الكوتش ديالي على المجهودات اللي كيقدمنا والجامعه الملكيه برئاسه السيد محمد مقتبل، وشكرا.